إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن من أعظم المنن وأعظم النعم نعمة العلم، فالعلم يا عباد الله طريق السعادة وطريق النجاة، وأمر الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال سبحانه وتعالى آمراً نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ففز بعلم ولا ترضى به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم يا عباد الله فضيلة عظيمة، رفع الله عز وجل شأن أهله وأعلى منزلتهم وأكثر من ذكرهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد ألف أهل العلم كتباً كثيرة في بيان فضل العلم وأهله، ذكروا الآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم في فضل العلم والعلماء وأهله. واعلموا يا عباد الله أن كل فضيلة جاءت في الشريعة ذاكرة العلم، فإن المراد هو العلم الشرعي. فالعلم الشرعي في تعلمه وفي أصله فضيلة، وأما بقية العلوم الدنيوية فإن فضلها في نية صاحبها، فمن تعلمها من أجل أن يسد حاجة المسلمين وأن يقوم بالفرض الكفائي فهو داخل في فضل العلم، لأن هذا يا عباد الله من الواجب الذي لا يتم إلا بالقيام به، فمن قام به فقد سد عن المسلمين فرضًا كفائيًا وحاجةً لا بد منها. والآيات يا عباد الله والأحاديث والآثار في فضل العلم وأهله كثيرة جدا، وحسبنا أن نذكر أمثلةً من القرآن والسنة على فضل العلم وأهله. فمن ذلك ما قاله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فإن العلماء يا عباد الله هم أعظم الناس خشيةً لله سبحانه وتعالى وأخوف منه. ولذلك قال العلماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فكلما زاد علم العبد كلما زاد خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. وقد وعد الله عز وجل من يخشاه ويخافه بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وأما السنة يا عباد الله فالأحاديث كثيرة، وحسبنا أن نذكر حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأحاديث التي جاءت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: في بيت من بيوت الله تجري مجرى الغالب، وإلا فإن من اجتمع في غير بيت من بيوت الله من أجل تحقيق العلم فهو داخل في الحديث. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والعلماء يا عباد الله وأهل العلم يجب على الناس أن يوقروهم وأن يحترموهم وأن ينزلوهم منزلتهم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا عباد الله ذكر ذلك أهل العلم في العقيدة أن من عقيدة أهل السنة تجيل أهل الأثر وعدم ذكرهم بالسوء. فمن ذلك ما ذكروه وعلماء السلف والتابعين من أهل العلم والنظر والفقه والأثر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فقد خالف الدليل وضل السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإذا ذكر العلم وذكر العلماء وذكر أهل العلم وطلبته فإنه لا بد أن يذكر اللبنة التي يقوم بها العلم، والطريق الذي لا بد للمرء أن يسلكه خاصة في مثل هذه الأزمنة، وهي الطريقة النظامية الدراسية. فإن يا عباد الله سلوك هذا الطريق هو سلوك للعلم وسلوك للتعلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وفي هذا المقام نذكر يا عباد الله بأربع رسائل. الرسالة الأولى رسالة إلى المعلمين، فالمعلمون مربو الأجيال ومعلم الأمة، فعليكم أن تستشعروا هذه الأمانة الملقاة على أكتافكم، فأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة
مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فالله الله في أبنائكم الطلاب، وعاملوهم كما تحبوا أن يعامل أبناؤكم. والرسالة الثانية إلى الطلاب: عليكم بالجد والاجتهاد، وعليكم بالحكمة الخالدة التي طالما سمعتموها في الإذاعة من جد وجد ومن زرع حصد، وعليكم باحترام المعلمين واعتبارهم كآبائكم كإخوانكم الكبار، فإن في احترام المعلم تحقيقا للعلم. وعليكم بالوسيلة العظمى في تحقيق العلم، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. والرسالة الثالثة إلى أولياء الأمور: عليكم بمتابعة الأبناء، وعليكم بالتعاون مع المدرسة، فإن في التعاون بين البيت وبين المدرسة تحقيق للهدف المنشود. والرسالة الرابعة إلى أولياء الأمور: إلى ولي أمرنا ومن معه في هذا المجال في تحقيق الهدف وتحقيق الخدمات التي يجب أن تحقق للمواطنين، فإن دولتنا لم تقصر جهداً في تحقيق هذا الأمر، فشكراً لهم على ما قدموه، فشكراً لهم على ما قدموه وعلى ما يقدمونه من بذل الجهود في تحقيق هدف التعليم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.